مساء الخير، منرحب بكل المشاهدين اللي عم يتابعونا عبر شاشة الـ LTV بحلقة الليلة من درج النجوم مع ضيوف جداد. ساعة جديدة من الوقت سوا رح نعمل فيها جولة على أبرز فنانين الساحة العربية اللي عم يطلعوا على درج النجوم درجة درجة. ضيوف ونجوم منحبهم رح ينضموا لحلقتنا ونحكي عن أخبارهم وأعمالهم الجديدة. خلونا نبدأ حلقتنا مع ضيوف هالليلة. جمعت الغناء والتمثيل والكتابة والإخراج اسمها بضج بالحياة آلين لحوت. من الممثلين الشباب الوسيمين اللي بتحبهم خشبة المسرح على قد ما منحبهم نحنا والكاميرا إلي متري. شخصية جميلة بشوشة عفوية تركت بصمتها بالدراما من أولى التجارب عهد ديب. من النجوم الشباب المميزين بالدراما وسيم الشاشة من جوا وبرا سامي أبو حمدان. شغفها ومهنتها كواليس الصحافة الفنية وأخبار الفنانين فابيان عون. من اللمسات المميزة بعالم الديكور والحفلات والمناسبات رانيا شهاب. أنا زينة الزغزغي وأنا جورج بهنا وهيدي ليلة الخميس من برنامج درج النجوم. بتكتب بتغني بتمثل بنت البيت الفني العريق والمسرح بضج بوجودها حيوية وفرح. رحبوا معنا بآلين لحوت. كيفك؟ جود وانتو؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. ثانك يو. نحتار آلين بس نشوفك عم بتغني او تمثلي او تحكي حتى. من وين بتجيبي هالطاقة وهالضحكة المشحة؟ اسم الله عليكي. بيلت ان. قد ايه هي حقيقية؟ لك اكيد حقيقية، انه قد ما تمثل يعني او قد ما تدعي بمطرح معين بده يبين اذا انت حقيقي او لا. انا حدا فول اوف انرجي يعني حتى هايبر اكتف شوي. اسم الله عليك. من انا وصغيره يعني بده يضلوا يهدوني لاجمد، فبعتقد انه فادتني شوي بالشغل بس باوقات بتعبني لانه بحس انه اذا قعدت نتفي او جمد بحس في شيء غلط، بالوقت اللي لا لازم واحد يرتاح اوقات. اذا واحد يهدى شوي. اذا واحد يهدى. اكزاكتلي. مشان هيك عندك هالقد طاقه على المسرح حتى لا بتهدي ولا بتتعبي وبتغني ودائما هايبر من مسرح الغناء لكل شيء فيه فرح للكتابه للحفلات يعني للتمثيل. لكن لازم تتنفسي مثلنا انت عايشه بتاكلي بتشربي. بيسالونا اوقات وقت بغني انت بليبت كيف بتقدري تنطي وتغني بذات الوقت؟ ايه انا ما بروح هالصوت. بتعرفي هلا انا حدا بيعمل كثير سبور كمان هذا الشيء كثير بيساعدني، بس تفاعل العالم يعني وقت بشوف الناس مبسوطه وعم بيغنوا معي بنسى. اوقات برجع انا وقت بحضر الحفلات او بسمع حالي بقول انه شو كنت حاسه بهاللحظه، ليه ما وقفت، ليه ما رقت شوي. بس انا بلاقيها شغله انه الحمد لله طالما الناس عم تتفاعل معي بطريقه ايجابيه انه لا. قد ايه العائله عندها تاثير؟ انه انت كمان من عائله فنيه عريقه آلين وكل هيدول الاحاسيس واذا بدنا نقول يعني مجبولين فيك. اكيد اكيد. لك بالجينات الا ما تورثي شيء، بس بالاخر كيف انت بتطوري هيدا شيء شغل انت بدك تعملي على حالك. يعني ما بكفي اليوم تكوني جايه من عائله فنيه لانه خاصه بهالايام صارت اهين من ايامي انا. صح. انا حرصت اول ما بلشت انه ما ينعرف انا مين، اخذت وقت قبل ما ينعرف. بالاول فكروني من اصل لبناني وجايه من برا لانه كنت عم غني غربي وربحت جوائز برا، لبينما انعرف بعدين انه اهلي مين. وحرصت على انه ما اشتغل مع العائله لا 2016 وقت عملت بنت الجبل مع روميو لحود، كان بدي خلص اثبت لكل الناس انه انا قادره اشتغل لوحدي، ومنا الفكره انه انا تكمله لحدا من العائله، بس اكيد تعلمت المبادئ. حبيت يكون عندك هويه خاصه فيك. اكيد لانه كمان عندي ايمان انه انا ما بشبه امي، انا نمطي مختلف، انا بدي عاصر جيلي، انا درست اخراج وتمثيل بالجامعه اليسوعيه، يعني تقصدت روح اتخصص كمان، مش انه ايه بعرف كل شيء من البيت ويلا على الهين. اليوم بتحسيها شوي اهين عند كثير من
اولاد الفنانين مع احترامي لهم، بس انه صارت هيك فور جرانتد انه بي واصل سو ايه سو ايزلي او امي وبصير اسهل انه ابرهن اسمي. طيب هي اسهل وهي محقه اذا الشخص بيستاهل. انا ما عم اقول لا أكيد. بس انا بطبعي حدا ربال ما بحب، بحب اعمل قصص انا بايدي. يعني ما بحب حدا يلقطني بايدي ويقول لي انه تعي تساعدك تعملي هالشيء، لانه اذا وقعت عبالي انا اتعلم من الوقعه. ونجحتي على كل حال لحالك كمان حاليا. مثل ما عم بتقولي اسلوبك الغنائي اللي انطبع بالوان موسيقيه منوعه، بس اللي عم نشوفه اكثر واكثر بيشبهك كرستيه بحفل ميكس اند ماتش. صح. شو اضاف هالحفل لمسيرتك الين؟ اوف ميكس اند ماتش كان فشه خلق، هي اذا بدك تراكم سنين، هي كل الاشياء اللي كنت عم بعملها كل هالسنين كان بدي فجرها بحفل كتير كبير، اقدر من خلاله فرج الناس انا كيف بسمع موسيقى، انا كيف بحب الموسيقى، وكم لغه بحب غني، وكيف انماط الموسيقيه المختلفه اللي انا بحب غنيها قادره انها تكون مع بعضها وتنسجم مع بعضها. ففي كتير ناس قالوا لي عم تعملي ضرب جنون، يعني تروح من الهارد روك على فيروز، او من صباح على اديت بياف، او من الجاز على الدبكه. ما كان حدا عم يفهم انه طب كيف نحن بنسمع بيف انه الموسيقى لغه عالميه. هي فعلا هيك، لانه انت مجرد ما المقامات الموسيقيه تقدر تركب مع بعضها انت قادر تنط من لغه للغه ومن موسيقى من نمط موسيقى لنمط موسيقى. كان بدي الناس تقدر تجي تشوف انه نحن قادرين من لبنان نعمل حفل يقدر يبرم العالم كله، لانه احنا بنعرف في فنانين بيروحوا على الجاليات العربيه واللبنانيه أكيد بالخارج أكيد. انا هيدي الحفله فيني اروح فيها على اوروبا وامريكا واستراليا والبرازيل وغني لكل الناس بلغاتهم وبلهجاتهم. فكان تحدي كثير كبير والحمد لله انه نجح. لا نجاح كثير كبير الحمد لله. والحلو فيه انه منه محطه وحده، فيك تعمل منه اجزاء، أجزاء. يعني في كل فتره في اجزاء جديده هلا بدها تصير ان شاء الله. اي عم ينشغل هلا على شيء بالوقت القريب ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق. خوضك الكتابه الى جانب مالك الرحباني بمسلسل شريعه الغاب، قد ايه كمان كان في تحدي ومغامره؟ اف كثير كثير، لانه انا من ايام الجامعه بحب كتابه السيناريو وبالاخص الافلام السينمائيه. يعني تفوت على المسلسل اللي هو اقرب للافلام من المسرح كان فيها تحدي كبير، لانه بفتره نحن كنا يعني شباب صغار وما حدا عملنا حساب، عبالنا نعيش مغامره وما عبالنا نفوت ضمن شركات كبيره او اسامي لكتاب ممكن ما يقبضونا جد. كان عندنا حلم وفكره بلش فيها منصور رحبان المخرج، يعني خيو لمالك، وانا ومالك قررنا نكتب وطلعت القصه. وبشهرين كنا كاتبين مسلسل 30 حلقه، كنا ما عم ننام. وكثير حبينا هالممثلين اللي امنوا فينا تقبلوا يلعبوا معنا، يعني تقبلوا يفوتوا بهاللعبه. والحمد لله كيف كانت الاصداء الجماهيريه؟ صحيح انه هو تاخر لينعرض، بس وقت اللي انعرض الاصداء كانت كثير حلوه، لانه صوره مصغره عن لبنان شريعه الغاب. وانا بقول لهم مسلسل ما له عمر، اعرضيه بعد 10 سنين رح تقولي يي بعدنا بنفس ازمه البنزين والكهرباء والمافيات والفساد. يعني بحاكي الواقع بشكل عام. طبعاً بشكل عام طبعا وكل المجتمعات العربيه بتحس حالها انه معنيه فيه، لانه بيشبهنا، بيشبه كل هالبيئه اللي نحن عايشين فيها. ألين خبرونا انه عم تكتبي وتلحني اغنيه جديده، بدنا نعرف مين خبركم؟ العصفوره. هذا العصفوره مشكله، بدي سكر الشباك بقى. ما اسمها ماجي. ما اسمها ماجي. مزبوط، اول مره بخوض تجربه الكتابه والتلحين. انا من زمان كنت اكتب بالفرنساوي ولحن لالي هيك بالبيت. فجأة نزل الوحي. هيك بيجي الوحي فجأة هيك عن جد؟ يعني بيجي الوحي أكيد من اختبارات، مثل كل شيء بالحياة، أنت كل شيء بتستوحي من الحياة، آخر نار في ناس بيقولوا لك ياي هالقصة شو حقيقية بتشبه واقعنا، ما نحن كل شيء بنستوحي من الحياة. بس أنت القصة اللي كتبتيها أو الأغنية اللي كتبتيها بتشبه شيء واقع؟ بتشبه شيء أنا عشته. عشتي. بتشبه إذا بدك مرحلة أنا قطعت فيها. وحسيت انه الطريقه الوحيده تعبر عنا واطلع منا هي انه غنيها، لانه انا حدا شاركيها مع العالم. ايه اكثر شيء بعبر بصدق وقت بغني، هاي الطريقه الوحيده اللي بتشوفني مثل ما انا، يعني هاي الين بدون ولا فوال ولا فلتر ولا شيء ولا شيء. فحسيت انه ما حدا رح يقدر يوصل هذا المساج الا انا بموسيقتي وبكلماتي وباحساسي. كانت صعبه لانه بلشت باول مطلع وعلى يومين هيك جمد دماغي، بعدين ذكرت عمي لانه كنت دائما اقول له كيف بتستوحي لتكتب، فصرت اقول انه القوافي والجمل الموسيقيه منا هينه، يعني اوكي فيك تكتب يمكن قصيده او نثر او شيء، بس تركب جمل موسيقيه كثير صعب. صعبه مزبوط. وفجاه ركبت الغنيه، كيف ليش ما بعرف. طيب بنسمع هيك مطلعه او شيء؟ ابدا، لانه بعد ما اكتمل اللحن. شوي هيك شوي ولا لا بعد ما انا ريدي، بس عن جد اول ما تصير ريدي
ما رح اتردد ابدا انه هلا بعدني هيك عم بشتغل على الموسيقى، يعني الموسيقى عم تاخذ معي شويه وقت. والسينما بعد. كمان ناطرتك آلين قريبا فيلم سينما ان شاء الله. ايه ان شاء الله كنت ناطره هيك فرصه صراحه، واجاني سيناريو كثير حلو، تعلقت كثير بالقصه كلها، كان صار لي زمان قلبي ما هتف لنص، كان لي فتره عم ينعرض علي اشياء كثير حسيت انه فيها تكرار لادوار لعبتها اوريدي، وانفورشنتلي بيزعلوا منك وقت بتقولي لا، بيفكروا انه عن تكبر او ابدا منا هيك، هي الفكره انه انا ما بيقدم عندي شيء انه ارجع العب دور اوريدي لعبته، عبالي العب شيء اكتشف حالي فيه مختلف. فنعرض علي مؤخرا فيلم، هلا بعده هيك عم بيتظبط السيناريو، بس بالاجمال ان شاء الله انه نحكي فيه قريبا. حابه دور يعني؟ ايه اكيد ان شاء الله خير. عن جد انت مره كنتي بالسوق واشتبهت فيكي الفاندوز وعملت لك وعظه وعلى شوي رح تبطل تبيعك. شو وعظه؟ اكلت بهدله. طيب احكي لنا شو صار. فتت على محل شوز مع صاحبتي، بقى لابسه كاسكيت انا وعوينات، مش انه تمويه او شيء، انه جايين سبار عادي، بتطلع فيه لقيها عم تطلع فيه، كيف ما ابرم عم تطلع فيه، شو بتقول لي بيشبهوك لحدا او انا غلطانه؟ هلا انا نكست صاحبتي دغري، لانه صاحبتي من النوع اللي دغري بتحكي، فهمت انه، قلت لها لمين قولي لي، قالت لي لقليد لحود، قلت لها انا ييه ما اسالها، ما لقيت غيرها وبرمت علي، شو؟ ما اسالها انت شو بفهمك؟ ما في اهضم، انا صرت عم باكل بهدله وعم دافع عني يعني. الكفر الجديد يلي تصور كليب مع دي جي مارك، حلو يا بلدي، قد ايه رح تفوتي بهيدي الترند كفرز وريميكس وهيك اغاني؟ في اول شيء بدي اوجه تحيه لدي جي مارك الصديق، وبدي اقول له ثانك يو انه فكر فيه لهالكولابوريشن. الفكره كانت انه بدنا نغني شيء للبنان، وبدنا نغني شيء لحبنا للحياه، وما يكون كليشيه، مش انه بس لقطين العالم وعم نغني، لا. وحلوه يا بلدي بحسها تلبق لكل الناس يلي يا تغربوا يا عندهم اصرار على البقاء ببلدهم وبعدهم مآمنين بانه قادرين يستمروا. صحيح. وجديده لقلي الكولابوريشن كانت، ورح يكون في غيرها ان الله رد، عم نشتغل على تو بروجيكتس جايين على الطريق، ما بدي احكي عنهم تما يعيط علي بعدين انه فضحته. بس كثير حلوه كانت التجربه لانه جديده لقلي على الناحيه الموسيقيه، وحسيتها كثير ترندي، وحسيت الجيل الجديد حبها انه هي غنيه ما في حدا ما غنيها حلوه، ما في حدا ما بيعرفها وبحبها، صارت مثل نشيد وطني، بس نحن عملناها with a twist، وكمان الناس حبوها على طريقتها. يلا بنسمعها سوا. يلا يلا. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. حلو حلو حلو. بقي معنا أكيد آلين وبتجننة وفخورين فيك دايما بهالصوت الحلو وبهالهضامة كلها اللي بتتمتعي فيها. بس بعد نسألك بعد كم يوم رأس السنة وين؟ صراحة في بعيد الفنان آلين ولا ما بعيد؟ بعيد مع جمهوره. ليك ايه، نحن يعني نحن بتكون ليلة شغل، بس قد ايه حلو تكوني عم تقدري تعطي فرح للناس. بعدها مش واضحة إذا لبنان ولا خارج لبنان، بعد ما قررت، مفروض أقرر هلا بأسرع وقت يعني. يلا ناطرينك إن شاء الله وين ما بتكوني، بتكون سهرة موفقة يا رب. ميرسي. آلين أكيد أنت بتستاهلي إنك تكوني معنا على أعلى درجة من درجات النجوم. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي. من أحلى الصفات بتمثيله قديه هو حقيقي، ومن أجمل صفاته الشخصية قديه هو صريح وواضح. رحبوا معنا بإلي متري. مساء الخير إلي، كيفك؟ تمام؟ ماشي الحال؟ Love you. Love you more. كيف رح بلش بسؤالي بالعرض. يلا. بمسلسل خائن آخر أعمالك، أنت بتعترف أنه دورك بيشبه إلي الحقيقي مع زوجته الحقيقية. قررت تكشف هذا الجانب لا لا من حياتك لا الشخصية؟ مش هالقد. لا ما لكن ليك شو؟ ليك ما شوي أنت قلت بيشبهني.
بيشبهني مثل ما بيشبه كل الرجال لنقولها كثير صراحه. ايه هو بس صريح زياده عن اللزوم ما في شك انه كل الرجال هيك مثل ما بيشبه كل الرجال اكزاكتلي بالتحديد لا، بس انه في اوجه شبه يعني مثل كل الرجال. خي شي مرة بلاقي هيك رجال هالقد صريح. عم بعرفه انه كثير صريح عادة لانه كلهم مخبين ورا تيبل. كلهم انه لا انا غير، هيدي كلمة انا غير عرفتها؟ لا حلو الي مش غير مثلكم مثلكم كلهم. كيف اصداء الخائن؟ العالم عم تحبه جدا، العالم كلها سوا عم تحب. انا يوجولي باخذ راي اصحابي يلي هن منهم من جماعة التلفزيون، يلي هن من جماعة السينما والمسرح. هون باخذ الراي يلي بدي اعرفه مزبوط، فعم بحبه. بيجذب كثير المسلسل، حتى الناس اللي ما بتحضر، انا قليل كثير لاحضر تلفزيون او لاتعلق بمسلسل، كثير حلو يعني في شيء بشد. بعتقد لانه مقارنه بالسوب اوبرا، هو بالجانر سوب اوبرا صح. بعتقد لانه مقارنه بالجانر تبعه ما فيه كميه العل واللعي يلي موجوده بالسوب اوبرا. اكزاكتلي صح. ف وانت كمان مبين حقيقه بهذا ال الي ابن المسرح والسينما والتلفزيون، بنعرف انه المسرح هو الاقرب لك، شو هالسر بخشبه المسرح؟ الصعوبه الخطوره، هذه هي الكلمه بالتحديد، الخطوره، لانه على المسرح ممنوع تغلطي. سينما وتلفزيون بتغلطي ايزي يلا منعيد، بتعيد. على المسرح ممنوع تغلطي، ممنوع يقشط 10% البرفورمنس تبعك، قشط 10% فقت الجمهور خسرتي المسرح. بس هذا التحدي، هيدا بتحداك الدور؟ لانه فعليا يلي بفوت ليدرس مسرح ما بفوت عم يدرس مسرح لانه هيك عباله يعمل انه حيال. طيب وبلكي حدا غلط بالمسرح، على المسرح كيف فيه يتدارك؟ في هون كل الجروب على المسرح، كل اللي ممكن يخلصوا شغلتهم ينقذوا الوضع، اذا ما انقذوا الوضع بتخرب الغلطه المسرح. اللي صارت بالاول منه هو غلط له، إذا صارت غلطة إنه ما رجع نلقط العرض غلطة الكل. قد ايه هو عمل يعني جماعي بين الموجودين على المسرح؟ ما في بولا مطرح بولا مسرحية في يكون اثنين مش كتير مغرومين ببعض، لأنه هالقد حقيقة وهالقد في تفاعل كمان مع الجمهور بيكون في معركة على المسرح. أنت بمعركة كرمال هيك لما يخلص العرض نحن منكون بيكون فينا كمية انرجي قادرين نركض على عكار ونرجع يعني. بس قد ايه هالمعركة هي خدمتك على خشبة المسرح قدام الكاميرا؟ فعليا معروفة بيقولوا لك ابن مسرح سهل يعني هين، كل شيء بيصير هين فعليا. نعم. ابن مسرح لانه خلص اوريدي انت بتعمل الشيء اللي هو اصعب شيء، فبيصير كل شيء سهل، بيصير كل شيء انه مش ضروري كلمة سهل، بس بيصير كل شيء يتعامل معه. نعم بتقدر تتعامل معه فلكسبل. بيتعذب الممثل يلي انشهر بالكوميديا انه يرجع يقنع الجمهور بمسلسلات دراميه؟ الغرابه بالوضع انه انا شاغل دراما اكثر بكثير من كوميديا، بس لانه مطبوع بالكوميديا اكثر. مطبوع ايه اكزاكتلي. واللي انعرض على التلفزيون بمرحله يلي انا كنت ارفض اشتغل مسلسلات، يلي كان عم ينعرض لي على التلفزيون يلي عم ينعرض للجمهور العريض هو كوميديا. ليه كنت ترفض تشتغل مسلسلات الي؟ لانه كانت المسلسلات اللبنانيه بتطلع عن نفس يعني. هالقد صريح يعني طلعت هديك تبع رجال اسمر. لكن لاقولها بكثير صراحه كمان، بدك ياني اشتغل معك ببروجي، بدك تغريني بشغله من اثنين، يا نوعيه عمل انبسط انا انه انا عملته بحياتي، يا مصاري لسكت هيدا يلي بيشتغل على النوعيه قول له خلاص في ومصاري في شيء بالمقابل. كانوا لا هي ولا هي ماشي انه طب ليلا شو لا هلا اختلف الوضع، هلا فرقت، هلا صاروا عم يطلبوا لما فاتت البلاتفورم يعني لما فاتت البلاتفورم صاروا عم يطلبوا نوعيه اعلى، صاروا عم يطلبوا كواليتي اعلى، هيدي الكواليتي بدك نص احسن، سو بدك تجيبي عالم، بدك اخراج اضبط، بدك انتاج اضبط، بدك ممثلين احسن، سو صاروا بدهم يدفعوا حقهم. قبل ما كانوا مضطرين، قبل كانوا يشتغلوا مين قاتل حاله يشتغل يطلع ينشهر بيجي وبيصيروا يتعاملوا مع الممثلين مثله، انه مالك ما انا فيني اجيب مثلك 30 واحد، خي جيب ميرسي يعطيك العافيه. طيب انت عفويتك وشفافيتك وصراحتك والوضوح اللي بتحكي فيه ما بيأذيك؟ بلا. من اين ناحيه بيأذيك؟ انه ما بينعرض عليك بقى اعمال كليكات، ما كل المجتمعات وكل الدومينات هن كليكات، جروبات بيشتغلوا مع بعضهم، الجروبات يلي عم بحكي عنهم
هلا هدول ما بيقبلوا انه بالنسبه لهم هن الاعمال يلي هن بيعملوها هي يعني بينزل بيخلصوا المسلسل قبل ما يبلش ينعرض بيحطوا لك انه اعظم مسلسل تاريخي واعظم مسلسل يخيمروا على مشاهد يخيمروا ما بعد ما انعرض ما بعد ما شفنا شيء يعني. فهدول العالم ما بيقبلوا انه انت تيجي تقول عن العمل هيدا او اذا عم تشتغل معهم تقول يا خي عم نشتغل لنطلع مصاري. لا بالنسبه لهم انه نحن عم نشتغل احسن شيء عمل احسن عمل. سو لما اذا انت بتشتغل اذا انت بتحكي بهالطريقه معهم هني ما فيك يا بدك تمسح جوخ كل الوقت اكيد يا ما بتشتغل تمام هيك شو بيقولوا. فانت صراحتك بتاذيك بمطارح كثير بتصير تستعمل كلمه بتاذيك اذا كان انا بدي اشتغل معهم بس لما اكون انا عم بعتبر هذا الشيء اقصاء اوتوماتيكلي للعالم يلي ما بدي اشتغل معهم تمام. طيب بس يعني انت بقى بتاذي بهالفتره لانه ما عادت محصوره قبل كنا محصورين ايه قبل كان في كم exactly. كم شركه انتاج صح. على كم اذاعه هدول هن بدك تشتغل مسلسلات بدك تشتغل مع هدول بدك تضلك تمسح لهم جوخ. هلا لا فتحت هلا صار فتحت. صار مضطر يعني لكل نوعيه ممثل لكل نوعيه مخرج صار في شركات ومحطات او بلاتفورمز هو بيتفق معهم وبيشتغل صوره. قليل انت دبلوماسيه اكثر يعني كمان اسوء مني يعني كمان موفقين فيكم اليوم اسوء مني. طيب مبسوطين معنا جدا لناخذ لب الموضوع من بعيد اكيد من الاول بيقولوا منهم مبسوطين هلا وبعدين. اهلا وسهلا فيكم. شو وصفت المخرج فيليب اسمر؟ اخوت 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 معتوه فيليب اسمر معتوه. تصيري انت عم بتجربي تفهمي يا خيي طب فهمني براسك شو في خلص خيي عمول يلي عم اقول لك عليه يا خيي فهمني شو خلص خلص خيي ما بتوثق فيي ايه خلص يلا اخوت. اول عمل اشتغلته معه عيني لافهم لافهم شو في براسه تسال كثير اسئله بدي افهم شو عم بصير انه طب شو كذا وبالاخر اطلع انا يا اخو شليتي اوف طيب اوكي خلص بطلت اسال طيب صار في ثقه اخر شيء خلص ايه خلص صرت تفهم مع بعض. طب والمخرجه فالنتينا خواند شوفوا وصفتها يا 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 هونيك العتهان قول للكلمه مثل ما هي هونيك العتهان هونيك العتهان يا لطيف مان كثير حلو مخها كيف تشوف الاشياء اللغه تبعها كمخرج هون بندخل بضمن كلمه الفرادي. شو قلت عن الفنان زياد برجي؟ تركيني بصراحه تركيني يلا تركيني هلا اليوم عدورنا بطل بدك تصير بدك تكون دبلوماسي يعني في مش دبلوماسي لا مش عم اقول دبلوماسي كنت حكيت كلمتين انه اي ولا وتمام نو تركيني في يعني ما بتحبه ما بتحبه وما بتطيقه ما انبسط بشغل معه ابدا 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 ابدا. طب ليه؟ قالوا لي انه تغير لنكون صريحين لنحكي اللي قلنا واللي علينا قالوا لي انه تغير بس قبل ما تغير شو زعجك فيه؟ بتعرفي شو مشكلته زياد؟ زياد منه قابض انه هو بيقدر يكون ممثل جيد جدا مشكلته انه بيجي ليشتغل بروجي وبس عم يتسلى نحن بنتسلى نحن وعم نشتغل بس نحن وعم نتسلى بالنتيجه فيه عم نشتغل متمكنين في بروفيشناليزم في جديه عم نشتغل فيها. زياد منه قابض انه هو بيقدر يكون ممثل رائع. في نصيحه مره اعطاني اياها لودفيك الحداد خيو للممثل رودني الحداد كنت عم مثله بمسرحيه دبلومو قال لي ليك الي لما انت تطلع على المسرح او على قدام الكاميرا او على في حديث بيصير بين براسك يلي هو بينك وبين الجمهور بتكون انت الممثل يوجولي بيطلع بيكون عم براسه عم بيقول للجمهور انا بدي اقدم لكم شيء هلا ان شاء الله تحبوا. قال لي غلط. قال لي بدك تطلع وتقول للجمهور ليكوا يا اخوات ال 1 2 3 انا هلا جاي اقدم لكم احلى شيء شايفينه بحياتكم بحياتكم. قال لي لازم توصل لازم تطلع هالقد في ايجو بلحظه اللي انت عم تشتغل. قال لي بس لتقدر تطلع بهيك تقول هيك لازم انت وعم تشتغل تكون شايف حالك عم تعمل احلى شيء انت عامله بحياتك. قد ايه هالشيء مهم ليقدر الواحد يعمل هيك لازم يكون عن جد مآمن بشو عم يعمل وقابض يلي عم يعمله كل شيء قد ما فيه الماكسيموم اللي بده يعمله بده يكون قابض يلي عم يعمله جد. زياد مشكلته انه بعده لحد هلا ما استوعب انه هو ممثل جيد جدا. سو الاتيتيود تبعك لما تكون على السات بدها تكون اتيتيود ممثل جيد جدا. قالوا لي تغير ما بعرف بس انا وقت اللي انا اشتغلت انا وياه ما حبيت الشغل معه لانه بعده ما كان قابض. دائما بتقول انت انه تسليت بهالعمل
ايه او بدي اتسلى. صح، لانه اذا ما تسليت ماله عازي يعني، يعني اذا ما انبسطت، ايه اذا ما انبسطت بالكاركتير اللي انا عم بعمله. نعم. يعني انا عم بشتغله بس كرمال المصاري. اه ويعني الجمهور ما راح ينبسط. نعم اكيد. ايه في مشكله عظيمه هون. اه اوقات بينبسط الجمهور العربي، وسوري على العباره، ما عم اقولها لهين الجمهور العربي، بس تعي لا احكي على الجمهور اللبناني، لا احكي علي. ما بعد الحرب الاهليه، ما قبل الحرب الاهليه، الجمهور اللبناني كان مسقف. الجمهور العريض عم بحكي، كان مسقف. كان عندك انت ببيروت الكبرى ما يعادل 50 55 مسرح. كان الجمهور يروح يحضر مسرح ريمون جبارة الله يرحمه، يلي عامل اهم مسرحيات بالعالم، كان مسرح وشعبي، مسرح وانتلكتويال، نخبوي شعبي. فالجمهور كان يحضر. ما بعد الحرب الاهليه تمت السيطره على على سوق الانترتينمنت من قبل عالم اكستريملي كوميرشال. سو هدول هن اللي ربوا الجمهور اللبناني، ربوا الجمهور اللبناني على اوطى درجات الفن للاسف، على اوطى شيء. سو وصاروا يستغلوها لفتره طويله بانه ايه ما الجمهور هيك بده، ما لو ما الجمهور هيك بده ما كان بيحضر، ما كنا منجيب ريتينجز. سو هون هون الفكره. اوقات بنفقس انه الجمهور بينبسط ببروجيات انا ما كنت حاببها، بس بالنتيجه انه يعني مش هيدي الثقافة وصلت لهون، وصار عم بستمتع بالثقافة اللي ممكن صار انت عم يستمتع بحيالله شيء، بحيالله شيء، حيالله شيء، لانه عودوه على حيالله شيء. نحن كثير متسليين معك. انا هلا مبسوط. انت متسلي دخيلك. طب كل شوي ارجع طمني. بس بدنا نطمنك مبسوط. روى روى بلاقي شيء صلي حالي ما تعطيني. شو قصة الخشب؟ شو قصة الخشب والنجارة وال اي اه عاملين ريسيرش عظيم. قصة شغل عندك. بحب الخشب، بحبه كثير. كيف يعني؟ يعني ليك هو كمادة، هو كمادة الخشب حلو. يعني هو يعني صراحة كمادة طلع حلو. طلع هلا بالديكور تبعك فعليا اكثر ماتيريال، احلى ماتيريال الخشب. مزبوط، هي اللي الخشب بتضيف لمسة عم اكزاكتلي. ما معي وقت كثير لهوايات من يلي من يلي لازم التزم فيها انه اسبوعيا او كذا. ما ما طب شو عمل حياتنا؟ شو بتعمل مثلا بالخشب؟ بشتغل بشتغل خشب يعني، عندي عده يعني ما يعني في ممكن غير نجار. ايه فكرت فيها كذا مره عن جد، وحياة الله فكرت يعني، فكرت فيها بمرحله ليك انا عم بفرش بيتي يعني، بدي عم باخذ رايك هلا. مان فيني اعمل لك اخبار اول زبون فيني. يعني فكرت فيها بمرحله انه بعملها شيء، بعمل ايتمز لذيذه ببيعها، وفكرت بمرحله انه شيء نهار اذا قررت اعتزل هالدومين بفتح منشرة وخلصت هالقد هيني. حلو والله. قالين ممكن تعتزلي وتفتحي شيء هيك خاص فيك؟ ايه دايما بفكر، نحن عمرنا كتير صغير، مهنة عمرها صغير يعني، اذا ما رجعت للإخراج اللي هو الاختصاص الأساسي ممكن. شو بتفكري؟ لكن ما بعرف شيء بالإيفنتس، لأنه كتير بحب نظم يعني. أنا وقت أصحابي يكون عندهم عزايم هيك تشوفيني كتير بحب نظم وزبط وأهتم بكل شيء خاصه بالأكل وبالطاولات. تفكر تكوني هيك إيفنت بلانر؟ إيه ممكن كتير. على فكرة كتير حلوة هاي الشغلة. إيه إيه إذا انشغلت صح أكيد. شو بتحب تسمع من آلين؟ أنا ما بقول لآلين، أنا ما بنقي، أنا هي خلص. يلا آلين أنت بدك تنقي. أنا سوري عن جد اليوم عم حامل مثل الفنانين، أنا عاملة حساسية ومزعوجة من حالي لأنه عم بسمع صوتي مش صوتي يعني. سلامتك سلامتك. ثانك يو. أنا في غنية كثير بحبها لإلك. شو هي؟ خدني معك. بدك تغنيها معي؟ بغنيها معك بس لا أنا بدي أسمع من صوتك. يلا أوكي. قول للهوى يودينا يودينا فوق جبال الملها حدود، بكرة الزمن رح يمحي أسمينا ويشحط عليها زياح السود. سرقني أنا سرقني وخليني أقطف نسان زرار زرار، خدني معك خدني ونسيني نسيني يوم صرنا كبار، خدني معك على درب بعيدي مطرح ما كنا أولاد صغار، دفي ربيعي شمس جديدة نسيني يوم صرنا كبار، نسيني يوم صرنا كبار.
شكرا الين الين متري، اهلا وسهلا فيك واكيد باقي معنا وما في شك انك تستاهل تكون على درج النجوم. ثانك يو. متابعين اجواءنا المميزه بعد الاعلان. من شاشة الال تي في أيام قليلة بتفصلنا عن استقبال سنة جديدة، كل أمنياتنا لإلكن إنه تكون أفضل وأحلى على الجميع. مع كل دور من أدواره منكتشف شغف أكبر، وسامته ونجوميته وسعوا له المطرح، وقريباً على منصة نتفليكس. رحبوا معنا بسامي أبو حمدان. مسوار مساء الخير سامي. مساء الخير سامي. سامي حمدان كيفك؟ حسك بدك تعلق. أبو حمدان. قد ما سيء بالأسامي أنا، قد إيه بعرفك، قد إيه بعرفه، صار لي زمان بعرفه، وبعد ما عمل ستوري هلا قلت سامي حمدان. عملتوا ستوري بلاية؟ بعد ما كنت وصلتي مع بالضبط جمالي. تأخرتي، نحن بنجي دغري. أوكي ميرسي على اللطش. سامي من بعد ما كنت وجه إعلاني لأبوك بوسيم الشاشة، الممثل الوسيم مثلك، قديش بتساعده وسامته باختياره لأدوار معينة؟ هلا اختيار الأدوار، هلا الشكل بيفتح لك أبواب، بس اختيار الأدوار لا ما بيلعب الشكل، يعني أنت بتعمل شكلك حسب الشخصية، بتشتغل حتى على الشكل حسب الشخصية، يعني قد ما تكون الشخصية هي بحاجة أنك تركب هيدا الكاركتر بده يتركب الشكل حسب الكاركتر اللي عم تلعبه. طب ممكن انت تغير من شكلك لحتى تركب شخصيه او تفوت فيها؟ غيرت كثير. مثلا يعني اخر من فتره عملت مسلسل كان اسمه ذهب بنت الاوتيل، كنت غير لوك كليا، بلا دقن، شعر مصبوغ، ما في شيء تنشف. لا. سكرت الابواب يعني. اشتغلت سامي على نجوميتك بتأني، حتى انك لعبت نفس الدور كذا مره تثبت قد ايه انت بتقدر تكون مختلف ولو بنفس الدور. هلا مش بس كرمال هيك، كرمال اقدر رافع بكل المحاكم المحامي مشان مشان يدافع عن نفسه بالاخبار اللي بيعملها. صرنا صدقنا انه انت محامي صراحة. هي ثاقبت هيك أكتر ما أنه كان، مش دايما بيكون الاختيار لنا، بينطرح علينا الدور يا منقبل يا ما منقبل، بس أغلب الأدوار اللي انطرحت علي هي دور محامي يعني، وآخر مسلسل اشتغلناه أنا والأستاذ كنت كمان محامي. ما قلت أقدم على القضاء؟ هلا ممكن أترقى شوي يصير قاضي إن شاء الله، صار بحق لي خلص بعد كل هالسنين يعني. بس قد ايه انه بدور المحامي نفسه وبنحسك مختلف، يعني بتقدر تغير بنفس الدور، نحس انه غير كاركتر. هون حسيت انه عندي الامكانيه اني اغير، يعني من فتره كان عم ينعرض بثلاث مسلسلات والثلاثه عم بلعب فيهم دور محامي، وما في محامي كان يشبه الثاني. العمى كل واحد يعني عروس بيروت وغربه وكان في مسلسل ثالث نسيت اسمه هلا، كان كمان في دور محامي، ف كان كل شخصية بتختلف عن الثانية. شو الدور اللي بتشوف انه هو ثبتك كنجم؟ لبنانيا مش دور المحامي، لبنانيا انا نجحت بعملين كانوا كتير مهمين. مسلسل غربة كان دوري محامي بس ما كان مبين شق المحاماة بالكاركتر، كان مبين الشق الانساني والعائلي. ومسلسل مثل القمر هيدا بعتبره انه كنت انت القمر، كان نقله نوعيه. كنت شي خيال او شي صح؟ كنت انا سليم الفلاح المعطر، اي خيال على ظهر الحمار. شو تبع بتخيل علين شايفه حصان؟ اوكي انا ما حسبت علين شايفه الحمار. بدك على طول تفعل، بدك تشوف كيف هي شافتك. قال لها على طول ترفعي لي معنوياتي. حتى الحمار شافته حصان اكيد. اما عربيا هو كان عروس بيروت، كنت شرير، كنت محامي مستفز. فهيدا كان مسلسل مهم بحياتي المهنيه وعمل لي نقله نوعيه وعرف العالم علي اكثر عربيا، وقالين يمكن من اهم الاكتنج كوتشز اللي موجودين عندنا، فهيدا بارت يمكن انت مش مضوي عليه بس انت مخضرمه بهيدا. ايه ليه ما كمان قالين عن جد؟ قالين مخبيين عدت المواهب ما شاء الله عن جد. هيك درست بفرنسا اخذت شهاده فيها، بس ايه سامي لانه بيعرف فضحنا.
ما اشتغلت فيها مع انه كثير اوقات اشتغلت فيها مع تلاميذي وقت كنت اتعلم مسرح، بس ايه بحب هيك من الاشياء اللي كمان ممكن انه اذا وقفت غني او مثل بحب انه اتفرغ لها. ايه لانه كثير مهمه. بس في شغله كان بدي اقولها لانه لفتت لي نظري مارزا اللي بيوافقني، الاكتنج كوتش مش مفروض يفرض رؤيته، مفروض يشتغل معك انت كيف عم بتحس صح الشخصيه ويطورها معك. لا لانه هو شعورك انت بالاخر اللي بده يعيش هالشخصيه. وهو اللي كان يصير، هي ما كانت عم تفرض تفرض رؤيتها. ايه بالعكس، نحن كنا ماشيين بالرؤيه ذاتها من اول العمل لاخره. ولكن انا كيف كنت شوف الاشياء؟ إيه؟ المشكله كانت مني مش من الاكتنج. يمكن لانه أوكي. اول مره انا لانه اول مره فكنت عم بشوف انه هل لازم انا احط كل الرؤيه اللي انا شايفها ولا انطر لحتى هي تعطيني التوجيهات تبعها، او انا يعني بدي امشي 100% توجيهاتها ولا بدي اقول لها توجيهاتي وهي تسقلهم اكثر. هدول الاخبار عم نعمل جلسه علاج نحن. حلو. لا اكيد هدول الحدثين كانوا يصيروا على السات ولا قبل تقعدوا تتشارعوا؟ لا ابدا على السات ما كان يصير شيء ابدا. اوكي خلص يعني يلي هذا امر طبيعي يعني نوعا ما. ابدا كانت يعني للمراقب الصامت، ويمكن كرمال هيك الدور علم اكثر بالسيزون 2 من سيزون 1. ف لا شك انه الاكتنج كوتش بيلعب دور كثير كبير. أي طبعا احترافك وصلك للتعامل مع نتفليكس، كثير فخورين فيك بهيدا الانجاز. شو دورك بمسلسل فرانكلين؟ فرانكلين رحل ضيف بهيدا العمل، هو عمل من 6 حلقات. الكاركتر اللي انا عم بلعبه نوعا ما رح يكون محور القصه، له علاقه كثير مهمه بالقصه. هلا ما كثير في افتح تفاصيل للشخصيه، ولكن قبلت فيه للدور اول شيء لانه نتفليكس، وثاني شيء انه الشخصيه وجودها بالعمل مهم ومحوري. فهذا الشيء رح امتى رح نشوفه؟ ما بعرف صراحه امتى رح يعرضوه، يعني مش من زمان خلصنا التصوير، وان شاء الله انه ينعرض قريبا. هاي حلو، نحن فعلا كثير فخورين بهيدي الخطوه اللي رح تقوم فيها سامي. قد ايه المنصات اليوم بتساعد؟ كثير بتساعد على الانتشار عربيا، ولكن ما فينا نستغني عن الاعمال المحليه، التلفزيون، لانه في جزء كبير من الاشخاص ما بيتابعوا منصات. يعني اهالينا والاشخاص الكبار بالعمر بعدهم بينتروا المحطات المحليه لحتى يحضروا مسلسلاتنا عليهم. يعني اذا بنغيب فتره عن المسلسل عن المحطات المحليه انه وينك مش عم بتمثل ما عم نشوفك. لا يا جماعه انا موجود على منصه اكس وواي وزد. صح، في كثير ناس ما عندهم اكسي حتى عليهم، يعني لانه هي عاده بتكون فيها مدفوعه. اكيد، بس في اوقات منصات غير نتفليكس مثل اهالينا مثل ما قال، يعني يمكن ما كثير بس عم يشتروا يعني المسلسلات، يعني المحطات اللبنانيه عم يشتروا المسلسلات تبع المنصات عرض ثالث او رابع بتيجي عم ينعرضوا. يعني مسلسل لعينيك يا سامي معقول ما نشوفه على المحطات اللبنانيه؟ صح، خبرنا شوي عنه. لا بلا، راح نشوفه، راح ينعرض على محطه لبنانيه، بس بعد ما اعلنوا اي محطه بالضبط راح تاخده، ولكن العرض الاول للمحطه المنتجه لسات 7. بس هذا العمل هو لبناني محض، فراح يكون يعني هو كان مهم بالنسبه لنا لانه من اخر كتابات الراحل مروان نجار الله يرحمه. فكان المسلسل شوي هيك يعني عم نشتغله بطريقه كل حدا بده يثبت حاله بمطرح انه كتريبيوت للراحل. أوكي. فهيدا الشيء كثير كان محملنا مسؤوليه اكبر من اي عمل ثاني. ان شاء الله انه بانتظار انه هيك يكون له اصداء كثير قويه. ما بعرف قد ايه رح دوري انا رح يكون يتقبلوا العالم مثل ما كنتوا عم تحكوا، لانه دور مكروه جدا رح يكون. فهالمره لا محامي ولا هالمره حدا رح يكون مكروه جدا. ف ماني شرير بمعنى الشر المطلق، ولكن ما بدي كثير افتح الشخصيه، بس انه مكروهه رح تكون. بتنطقش؟ ما بنطاق. كل التوفيق ان شاء الله بالمسلسل. شكرا. فخورين فيك سامي وبجهدك، وعن جد انك تستاهل تكون على اعلى درجه من درجات النجاح. تسلم. عفويه خجوله، مؤمنه بقدراتها الفنيه، وبكل ايجابيه وحب عم تثبت موهبتها بالدراما. رحبوا معنا بعهد ديب.
خير عهد. مساء الخيرات. سمعت انه عم تقول عني خجوله. يلا منيح. إيه؟ الحمد لله حدا قال عني خجوله. لانه ليه عاده شو قصيت علي اني ابدا يعني كثير يعني اعمالي جريئه وهيك بفوت بقوه. يلا هي اعمالك جريئه بس شخصيتك بالحياه اذا هيك ايه لا نحن عم نحكي عن شخصيتك بالحياه. نحن عم نحكي عن الحياه. اهلا وسهلا فيك يا عهد. عهد بتقولي الفن بده حب، بده حب كثير، والحب هو اللي بيصنع الفن. من وين الفنان بيعبي حب؟ وكيف بتحاوط حال عهد بالحب؟ كل شيء بالحياة بده حب، أي شيء بدنا نساوي بده حب، يعني العلاقات الاجتماعية، المهنة، حياتنا كلها صار لازمنا كمية كبيرة من الحب لحتى نقدر نتوازن. بالفعل. بستمد هذا الحب دائماً من أهلي، من أصدقائي، من بعض الأشياء اللي أو الذكريات اللي كنا عايشين أيام زمان، كنا عايشين كتير بحب أكتر من هلأ. فيمكن كلياتنا منفكر بهي الطريقة، نتذكر الماضي ومنستمد منه الحب لحتى نكمل حياتنا. هيك بظن أنا، ما بعرف. التضحيات يلي بقدمها الفنان المختلفة طبعاً عن التنازلات، على حساب شو بحياته الفنان بضحي؟ تضحيات ممكن وقته. دائماً الفنان، رح أحكي عن حالي بشكل خاص، يعني دائماً عنده إحساس أنه هو بده يكون أفضل. وللأسف هلأ المعايير اختلفت، نحن ما عاد نعرف شو الأفضل. يعني مثلاً بيجي حدا بيقول أنه نحن لازم نسقل موهبتنا بالثقافة، بأنه نكون أكاديميين كممثل، عم بحكي بنحضر أفلام كتير. هيك تربينا، يعني أنا خرجت المعهد العالي فتربينا على هاي المبادئ. يعني بتختلف المعايير، يمكن دائما عم يصير هذا الابديت، هي التغيرات، يمكن تطورات، يمكن نحن احيانا حسب عمر وعمر يمكن احيانا ما بنتقبلها. يعني هلا انا مثلا في كثير شغلات بشوفها بقول انه انا ما بقدر اعمل هيك. ما بتقدري مثلا تتنازلي عنها او تعملي شيء او رايك مو لانه هي صار غلط، صار في نضج معين، لانه هي غلط، بس يمكن غير الجيل. يعني في كثير شغلات وفي كثير هذا الابديت المستمر. يعني نحن ما كثير، يعني انا بقول لك عن جيلي، يعني انه ما كثير عم نفهمه، ما عم نعرف نتعامل لانه سريع هو كمان. يعني فنحن بنحاول يعني الى حد ما كممثلين، يعني عم بحكي عن حالي كممثله، اني دائما اسقل حالي بالموهبتي، اني دائما طورها من خلال قراءاتي، من خلال تجاربي الفنيه. يعني احيانا اللي ممكن تفشل احيانا ممكن تنجح. هيك عهد بعكس شخصيتك الخجوله بالحياه. شكرا شكرا انك بس بمسلسل عنايه فائقه لعبتي دور البنت القويه اللي ما انا سهله ابدا. عكس ادوارك السابقه اللي هي البنت الدرويشه او الضعيفه مظلومه. اي شخصيه علمت فيكي اكثر برايك؟ الشخصيات الجريئه صراحه. الجريئه اي يعني بحبها اكثر لانه فيها شغل اكثر. بتحسي وصلت لجمهورك بشكل اكبر؟ وبتوصل لجمهور بشكل بصراحه بيتعاطف. يمكن الجمهور بيحب دائما الشخصيات القوي. المركبه الشريره القويه، يعني خاصه النساء. لاحظت هي القصه في عمل اشتغلته اسمه نساء من هذا الزمن. هو فعلا يعني كثير عالج مشاكل النساء المعنفات والضعيفات بالمجتمع من خلال علاقتها بزوجها، بالظلم اللي بتعاني منه. فدائما الجمهور بيحب الشخصية القوية اللي بتاخد حقه. اللي يعني مثلا حدا مظلوم بيقول أنا هيك، هذا الممثل أخذ لي حقي، هذا الممثل حكى أفكار أنا ما بقدر أحكيها بالحياة إلا إذا مرته قلت. لا بالعكس. شاركت بكثير مسلسلات في من خلالهم رسالة إنسانية اجتماعية معينة، بتجذبك هالأدوار أكثر؟ إيه طبعاً، يعني دائماً هي الأدوار بتهمني وبتحفزني إني أشتغل عليها، لأنه هي الرسائل بالنسبة لي هي رسالتي كفنانة. يعني فدائماً بدور على دائماً على الأعمال يعني في من وراهم معنى معين، يعني اللي بيقدر يوصلوا معين رسالة معينة، ورسالة معينة وتوصل للناس وتعالج مشاكل. لأنه بالأخير الفن هو رسائل بتعالج مشاكل المجتمع كامل، وانعكاس للمجتمع كمان المشاكل اللي عم بتصير بالمجتمع. طبعا
عهد انت من جيل الشباب اللي عاش الازمات والحرب والخوف، الازمات بتكبر الممثل او بتحفزه؟ بتكبر الممثل، بتكبر الانسان وبتخليه مهموم. يعني بظن يعني كلياتنا بعيوننا حزن كتير كبير يعني صح. فخاصة خاصة نحن بسوريا عانينا كتير، وبتعرف الأزمة اللي صارت، فنحن كتير متعبين. بالأخير نحن ما فينا نوقف عن الشغل لأنه كمان هي مهنة. يعني نحن بنحاول دائما انه نوصل مثلا الفرح، ما نحاول انه يبين علينا هذا التعب او هذا الهم. انا في عمر معين، يعني انا تخرجت 2010، في من هذا الزمان ل يعني تقريبا 10 سنين انا بقول اوف كبرت، ما حسيت فيهم، اني ما بعرف كيف مرقوا. بالفعل مرقوا بصعوبة، ما عشناهم بطريقة كبرنا، تعبنا، نهمينا أكيد، بس بالأخير يعني دائما نحن عايشين الأمل دائما موجود، والحياة، وإنه بدها تستمر الحياة بشكل أحلى، وهذا الشيء اللي خلانا نحن دائما مستمرين. يعني إن شاء الله أزماتنا يا رب تخلص وبنرتاح من هالقصص كلها وبترجع الحياة مفعمة بالأمل إن شاء الله. طبعا بتدرب طلاب تمثيل خلال ورش عمل، قديه عهد بيتدرب كمان أنت بتدربي نفسك انت وعم تتدربي؟ ورشات العمل بتصير او كورسات الممثل، يعني هي دائما انا بساوي هاي الورشات مشان اطور حالي اكثر، لانه نحن لما بندرس مسرح بالمعهد بيختلف تماما عن آلية التعامل مع الكاميرا، وهون يمكن احيانا هي مطبات الممثل المسرحي يعني بتكون مختلفة شوي، المفردات اللي بتصير مع الممثل يعني المسرحي عن الممثل التلفزيوني، وهن واحد يعني بالأخير أكيد. بس يعني هي الكورسات اللي أنا بحب دائما أكون فعالة فيها لحتى أطور حالي قبل ما أعطي المعلومة للناس اللي بتحب هاي المهنة. الدراما العربية المشتركة أضافت كتير على عدة أصعدة، هل إلى بعض السلبيات؟ ما بعرف ليك، هذا الموضوع فعلا هو كتير بالنسبة لي. يعني كنت ببداية الحديث عم قلك هذا الأبديت اللي عم يصير، هذا الشيء انه قصدك الأعمال المشتركة، أنا برأيي لا، هي عم تغني هاي الدراما، وهي نوع، أنا بشوف هذا نوع من الأعمال الدرامية. في ناس بتحب، في ناس لا، في يعني ما فينا نحن ننكر انه هاي الأعمال متابعة، يعني الناس عم تتابع وعم تتعلق، ممكن مشتاقين لقصص الحب بعيدا عن الحرب، صحيح عم يتناولوها بطريقة مختلفة ممكن عن عاداتنا وتقاليدنا، بس هي بالأخير متشوقين. عم تتصور برا، عم تتصور برا، وحتى الآلية بقصد بي يعني الصورة، الحب غير، الصورة طريقة التعاطي، حتى بتوقع إنه الممثلين عم يشتغلوا بطريقة كتير مختلفة عن أي عمل درامي تاني، فهي الشيء، هذا الشيء أنا ما بقدر قيمه لأنه بالأخير هو نوع من أنواع الدراما. يعني أوكي، أدي إلي بتحس أنه الأعمال الدرامية المشتركة اليوم عم بتضيف على الممثل؟ لكن هي يعني سوري رح أربط السؤالين ببعضهم، هي بتزيد أشياء وفي لها سلبيات معينة، يعني ذكرتها أنه لما يكون عمل مشترك فعلياً عم تخسري هوية جنسية معينة من جنسيات أو طابع بلد، لأنه بده يكون هو مشترك، بده يكون طابع مشترك بين الكل، سو بيدور على أشياء الإنكومن بين الكل، سو عم تخسري تفاصيل صغيرة معينة. بس هو قديه بيزيد للممثل على كذا صعيد، يعني بيصير انتشاره أوسع برات بلده، بيصير احتكاكه بمدارس تمثيليه اخرى كمان مع الممثلين اللي عم بيمثلوا، يعني فعليا اذا بدك يعني ما قبل الاعمال المشتركه احتكاكنا الوحيد بالمدارس التمثيليه الاخرى كان لما نروح لبرا نعمل بروجي برا او نعمل محترف تمثيلي برا، هلا صار جزء من حياتنا المعتاده. يعني
بس ما ببين غلط شوي اوقات اللهجات قد ايه بتكون مختلفه بال عم يبرروها اذا غير مبرره بالنص اذا غير مبرره يعني اول ما بلشت الاعمال المشتركه كان اللبناني الابن في الفجوه ايه بس هلا مبرره هلا صاروا ظبطوا اشتغلوا عليها بذاك بالموضوع يعني عهد مع مين من المخرجين اللي ما اشتغلتي معهم عبالك يكون عملك الجاي؟ صراحة ما في حدا معين، يعني أنا ما بقول إنه هذا الاسم حابة إني يكون معه، لأنه أي حدا بيضيف لي، يعني أي حدا أي مخرج مهم رح يضيف لإلي لإسمي. بس كتير مثلا في لسه مخرجين كتير أنا ما التقيت معهم واشتغلت. طب في اسم معين أنت عبالك هيك تكوني عم تشتغلي معه؟ يعني ايه في كتير اسماء والله، يعني بس عن جد هلا ماني متذكره ولا اسم، بس ممكن مثلا مدام رشا شربتجي انا ما اشتغلت معها لسه ولا مره. في كتير اسماء يعني عن جد هلا مخاطرين ببالي يعني، بس اكيد لما بيكون المخرج مهم ومثقف اكيد انا بتمنى اني اكون معه. عهد، مين من الممثلين يلي من جيلك تتمنى تكون قدامه اليوم بعملك الجاي؟ قد ايه عمرك؟ فيني اقول اكبر. والله في كثير اسماء مهمه يعني انا بحبهم، ويعني يلا مو خاطر لي اسماء هلا. خلص طب بلش فيك تبلش الجمله. صحيح انه اكبر مني بكم سنه. عم تساعدك يعني في كثير اسماء والله ما ببالي حدا، بس يعني يعني خاصه من اولاد دفعتي انا في ناس كثير مهمين. ما منسجمت اكثر؟ حسيتي حالك دائما الممثل بينسجم مع اشخاص معينين اكثر من غيرهم؟ هلا حاليا انا عم صور مسلسل مع الاستاذ محمد حداقي، فكمان كثير بحب دائما اني اشتغل معه. يعني قد ايه عمره؟ عم بمزح. مو من شيء ابدا. مصره زي ما ألين، لما بتكوني أنت عم بتغني قد ايه أنت بتكوني مرتاحة أنك عم بتغني وبتمثلي وواقفة على المسرح؟ وقت يكون مسرح غنائي أحلى شيء بالنسبة لي، لأنه عم تجمع كل العناصر اللي أنا بحبها، التمثيل والرقص والمغنى. بس وقت يكون حفلة أو كونسرت أكيد بدك تعيش الحالة اللي عم تغنيها، يعني بدك تتفاعل مع الناس وتوصل لهم كل كلمة عم تقولها، لأنه كتير مهم اصلا تنقي اغاني بتحبهم وبيعنوا لك ليوصلوا للعالم. أكيد يعني ما بيكفي تحفظ غنية وانت مش فاهمين شيء، وهي مع الاسف كتير عم بتصير مؤخرا. في كتير ناس بيغنوا بتطلع انه فاهمين شو عم تغني. قصدك انه بلا حاسس شو عم بتغني؟ ما في احساس يمكن، مش بس ما في احساس، مش فاهمين انه حافظها ويلا انه هيت اجت هيت لازم اغنيها. انا مش ممكن انه بتذكر مره في غنيه وحدا معروف اكيد ما رح سمي يعني غنية مأساوية. سمي ليه ما بتسمي؟ البسمة من هون لهون انه طب انه ضحك علينا دقيقتين انه ضحك علينا وقلنا انه انت عن جد مأثرة بهالفراق مثلا. لا الفرحة والبهجة وكلنا سوا. هذا مش فاهم شيء. لا خيي شو خبري. مشروع الأهم ألين يلي اخذ كثير من وقتك حاليا هو فيلم لتخليد ذكرى والدتك الكبيرة سلوى القطريب. مسلسل أكثر من مسلسل عم ينحكى فيه. إيه انطرحت الفكرة مش من زمان، مع أنه بي كان قبل حكى فيها أنه السيرة الذاتية، ونحن شوي وقفنا الموضوع لأنه في كتير شركات إنتاج تعرفي وقتها بيتدخلوا ممكن يغيروا بحقائق معينة، ونحن سبق وسمعنا من كتير ناس أوريدي وقت نعمل سيرة ذاتية لكذا فنانين أنه كان في اعتراض من أهل الفنان أو من العائلة. فكان الإصرار من الأول إنه الإشراف يكون لقلنا، لأنه وقد ايه سهل أو صعب إنه أنت اليوم تقدري بنت عم بتخلي الذكرى والدتها مش ممثلة، يعني كيف بدك تزيحي مشاعرك عواطفك؟ أول شيء أنا مش رح ألعب الدور، هذا الشيء تنكون واضحين، يعني أبدا مش أنا اللي رح ألعب دور. مين هيلعب الدور؟ ما بعرف بعد، بس أنا كتير مع إنه ينعمل كاستينج. عم تحكي جد هلا؟ بضربك؟ عم بعنفك على الهواء. بس ما هو بس ما هو حق ليه مش لا ما في شبه. لا انا كثير بالنسبه لإلي بدي نلعب على الشبه كمان. اكيد بدها تكون ممثله، مش عم اقول مش ضروري خلص. ما بقى رح احكي. بس شو السؤال اللي بعد؟ لا هي انا كانت فكره انه بدي اكون ورا الكاميرا،
يعني ما بدي مثل، كنت رح العب مشهد واحد هيدا كنت حطته براسي يلي علي. هو ايه يلي هو اللي هو قالين اكيد، بس هو مشهد واحد، اخر مشهد اللي ركضت فيه انا بالكولوار نهار اللي راحت امي، هذا المشهد الوحيد كان بدي العبه بس، وباقي ما تبقى كان بدي كل العمل كون قادره اشرف عليه من ورا الكاميرا. هلا ما بقى استرجي كفي، بس انه يمكن يلعب لي بعده كل الاشياء اللي على بالي الا اياهم ما بيقطعوا على الكاميرا. قولوا حطوا له توت. لا لا قولوا خذ راحتك، ما الكاميرا هون. لا 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 سوري لا لا هلا كومينج فروم يو. لا 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 غلط غلط جدا غلط، مش لا ليه عشو الاعتراض؟ انه هي بتلعب الدور لانه اوكي لانه يمكن ما في حدا بيجسد دور اما، ما حدا رح يقدر يجسد دور اما ان كان عاطفيا ولا مهن. مين مين حدا قاعد مع امك قد سبق سبق وشفنا من المسرحيات يعني لما انعرضت المسرحيه ولعبت دور اما بمطرح من المطارح، اذا مش عم نشوف كلوز على الين لان الين تشبه بيها اكثر من امها، فاذا مش عم نشوف كلوز على الين كنا عم نشوف سلوى القطريب يعني، يعني لدرجه انه صارت انا من هلا بدنا نحكي كمشاهد مش كمشاهد، انا من الجيل اللي تابعت اعمال سلوى القطريب، يعني انا كان لي الحظ بالحياه انه احضر لها مسرحياتها وحتى لو كنت صغير فمأثرين فيي كثير، فاليوم لما عم برجع اشوفهم وعم ترجع تعطيني الاحساس ذاته، اليوم لعبه الاحساس شغله كثير صعبه كثير صعبه مش شوي، فاليوم كيف اذا حدا عم بيجسد شخصية حدا هالقد هو جزء منه؟ لا مظبوط صراحة قليل معه اللي بيحكي يعني صراحة. هو صح يعني بس انت صراحة انت عم تتخلي بينشغل على الشكل كرمال بس كرمال قصة الشبه عم تتخلي عن كل نقاط القوة الموجودة 100% وفي انشغل بعدين بالميك اب والشعر وبالهيك لما جيمي فوكس لعب دور راي عهد شو رأيي؟ أنا مع أنه تلعب هي الدور طبعاً الله يرحمها طبعاً ولازم أنه صح. يعني تتبني هاي الحالة بعد بتسترجي مش أنت تلعب الدور يعني هالسؤال على حياة أهلي بضربك بدون ضرب يعني بيقولوا إليه ليش قلت أنا بيتاخد بعين الاعتبار أكيد لأنه بعرف إليه ما بيجامل بس أنا أرادي وقت اللي روميو لحود عرض علي بنت الجبل أنا رفضت أول مرة أنا أخذت معي سنتين لقدرت كون جاهزة ألعب بنت الجبل لأنه هالقد كانت مرسخة براسي وهالقد قال لي هلأ بدك تنسي بنت الجبل تستلم النص وتقري كأنك عم تستلم دور جديد وقدي صعبة أنه صوته وكل شيء براسي يعني قدي مشبقة هلأ فكرة أنه صحيح أمي وأنا شقفة منها بس ما بعرف بس تصيري جاهزة تلعبي دورة بينعمل العمل بينعمل المسلسل صح إن شاء الله يعني العمل لازم ينترك إن شاء الله عهد إذا بدك تلعبي سيرة ذاتية لحدا مين تحبي تلعبي له سيرة ذاتية تبعه؟ والله في كتير شخصيات مهمة أنا يعني بس هي قصة السيرة الذاتية عن جد فعلاً كتير صعبة صعبة مو بالسهل مسؤولية كبيرة مسؤولية وقديش أنت بتقدري توصلي الإحساس وتشوفي هي الشخصية كيف عاشت وتوصليها بصدق وأمانة كتير هذا الموضوع كتير خطير وحساس وهيك الشعرة بين أنه أنت تتبني هي الشخصية وتطلع حقيقية وبين أنه أنت فعلاً يكون مطب لإلي كممثلة في فشل فيها ايه. مثلاً أنا بحب كتير أم كلثوم يعني بس مستحيل مثلاً أنه تزبط وأثرت كتير بصابرين على فكرة وقت عملت الدور ايه؟ طبعاً. اعتزلت فترة ايه؟ وتجربت ترجع ما قدرت ترجع صح. أنه عادة الشخصيات الأكثر التاريخية أو القديسين أو هن بس صابرين بوقتها ما قدرت تقدر تلعب ولا دور من بعدها ايه أنا تبعت بوقتها كان عندها صعوبة كتير صعب ويعني بده تفكير كتير بهاي الخطوة لحتى الممثل إنه يقدم مع هيك خطوة يسترجي يعملها يعني. فخورين بوجودك معنا حبيبتي. عهد ومبسوطين فيك وشرفتينا بقي معنا طبعاً وأكيد أنك تستاهل تكوني على درجة النجوم. منتابع مشاهدينا بعد الإعلان. من أهل الصحافة المحترفة والمحترمة اللي عرفوا يصنعوا نجاح ويحافظوا على أخلاقيات المهنة رحبوا معنا بفابيان عون
بونسوار. بونسوار سامي. ساعد عمول شيء. ساعدني سامي. لا بايدك مان. متفقين نساعد. فابيان منيحار تحته. ايه بس اليوم حسه في شيء غريب مع هو دايما انا اللي بدي احاور وحامل الميكرو. اليوم لا بلا ميكرو احنا بدنا نحاورك. فابيان الصحافه الفنيه اللي انت احدى نجومها طبعا، قد ايه الصحافه الفنيه متعبه على قد ما هي حلوه؟ لكن متعبه لانه ببعض الاحيان تضطر يمكن تنشر اخبار بتحس انه بمحلات معينة إنه ما لازم كما أقول تأذي شخص، بس إذا ما أنت ما نزلت هذا السكوب غيرك رح يجي ينزله، خصوصاً إذا كانت تتعلق بالحياة الخاصة تبع النجم. فهيدي بتصير أنت يعني مش عارفة حالك بدك تصرفي، بس بالنهاية ضميرك المهني بتمشي معه. تتميزي فابيان بأسلوب فريد بالحوار، بتخلي الفنان يطلع منه اللي أنت بدك إياه. هيدي مظبوط، كلهم بيعترفوا فيها. وين السر فابيان؟ وين السر الليلي؟ وين السر؟ أول شيء السر لقلك أنا من الإعلاميين يعني ما بيحضروا، لأنه دايما بيكون عندي باك جراوند شو عم بصير على الساحة، وبس بلش اتحاور أنا والضيف يلي قدامي بسمع هو شو عم يحكي، ومن حديثه بطلع منه أخبار، وقت بيحكي لي أشياء يعني في أكتر من شخص باللي أنت ما بتخلينا نفقد أعصابنا لأنه بتطلع منا أمور نحن مش حابين نحكيها. يمكن بيرتاحوا لك يعني. إيه. عن طريق الراحة. يمكن وما لي يوم ويومين يعني صرت أنا وياهم كأنه عائلة، يعني أنا صار لي حوالي 8 سنين بموقع فوشيا بشتغل بالصحافة الفنية، فالفنان تعود علي صار بس يشوف ميكرو فوشيا فابيان، حتى في منهم يعني مثل سوبر ستار رغب علامي بعيط لي فوشيا. ألين وسامي وإلي عاملة معهم انترفيو هون بلبنان وعهد ملقطة فيهم شي مرة طبعا، بس إلي مش كتير. مش رح نصير أصحاب أنا وياك أبداً. ليه؟ في بهدلات عظيمة بتصير. أنا قادرة يعني أنا بسحق. فاضي إذا حدا صريح. إلي كتير صريح، بس إلي المشكلة إنه بيجي على الإيفنت بيوصل بفوت بفيلم ما بتشوفه. هاي مشكلته الأساسية. لو بيمرق ريد كاربت أكيد ما أكيد يعني. تهرب. كل الحيط. سامي ملقطة بسامي طبعا دايما. يا حرام يا سامي تبقى انطور إلي. وقالين ايه من زمان هلأ لنا فترة ما كتير التقينا صح ايه. طب خبرينا شي عنهم عن سامي. عن قالين عن سامي. عن سامي زمان ما عنده خبر عنك انت. سامي بيكون مثلا بقول له خبرني الخبرية بقول لي لا بلا مخبرك اياها، بس مش عم بساله ثاني مره ثالث مره بيمشي الحال. بقلنا شو بقى البحصه. يعني قصه هيدا الموضوع امبارح كنت عم باخذ امور خاصه من ممثل عن شغله صايره، فقال لي ما في انا اقول لك، قلت له طب انت اذا بتخبرني ما رح اقول انه انت، قال لي طب ما في كثير، قلت له طب انه هيك القصه، قال لي ايه، قلت له خلص اوكي، قلت له بيمشي الحال هيك العنوان، قال لي ايه، فحطينا العنوان قصه حب وزبطنا الوضع. مش لازم تصير اصحاب راهو. لا لا هو ما لا لا, لا هو ما له علاقه، انا عم بستذكر هالشغله صارت. ما تخبري حدا. ما تخبري حدا. قد ايه فابيان لازم يكون في حدود بينك وبين الفنانين هيك قبل ما نفوت بالكواليس، او لا لازم يكون في علاقه؟ انا ما عندي فنان كلوز فريند، لانه اذا بتكون الشخص كثير صديق لك ما بتعرفي تحاوريه. أكيد. بس بنفس الوقت انه الفنان اللي بيوثق فيه بخبرني الخبريه بقول لي ما تنشريها ما بنشرها. اكيد ما بتنشريها؟ لا لا فيكم تكونوا اصحاب. لا انا يعني انا فيك اكثر من فنان مخبرني امور خاصه انا ما نشرتها، احتفظت بهذا الموضوع وهو امنني، فانا اكيد لا ما نشرتها. انا عندي اصبع اجري بيروح على هديك. وين اي واحد؟ هيدي بس ما تخبري. سر عنده 6 اصابع. لا بس انت اذا قلت لي ما تخبري حدا وشفت حدا عم بلمك للخبريه لا ساعتها لا ساعتها السكوب لا يعني السكوب لعلي ما علي، يعني انا ساعتها بدي اللي عندي بدي بقه بدي احكي. لا بس اذا ما حدا معه خبر الخبريه لا بعمل حالي انه خلص. فابيان شو بتسالي اول سؤال لإلي هلا عن الخائن؟ أنا؟ لا أنا ما بسأله عن الخائن. أنت كل شيء إلا الخائن. أنا لا مش قصة لا الخائن كان مسلسل رائع، بس أنا بسأله لإلي إنه اليوم كيف حاسس حالك؟ هل أنت متصالح مع اللوك يلي معتمده بما إنه معودين عليك دايما كاجوال؟ هيدا هلا؟ إيه؟
لا أنا هذا أول سؤال. لا أنا هذا أول سؤال. تسألي مرته شو صاير بالبيت؟ أنا عم شوف قدام تصالح مع حالك الموضوع. أنا بالنسبة لي الثياب اللي ما بقدر أقعد فيهم على الأرض ما بلبسهم. بس عم تحكيني مايا عم تقلي حلقة راس السنة سو بدنا نلبس جلامرس. شفت كيف عرفت؟ طلعت في مرتي هيدول بتلبسهم يا أختي ما بقلي هيدول بتلبسهم فإنه صار يعني وصلت لأنه في ينام تحت الدرج. شفت شو بيميز الإعلان الصحافي عن التالي بما إنه على الريد كاربت بيكون في أكثر من شخص؟ يعني أنا سألته اليوم عن إطلالته يمكن قليل الشخص اللي كان رح يحكي عن الموضوع قدام تصالح مع حاله لأنه أنا بعرف إلي قديش بحب الكاجوال ويكون هيك فانكي. هيدا لها هي كمان فضحنيك طيب فابيان هلا بدنا نفوت معك على الكواليس عالجد عالجد يال يال كم خبرية بتصير قدامك أو فضيحة على بقلب الكواليس ما بتخبري عنها لا ما بخبر لأنه أوقات مثلا بلتقي بالكواليس يكون في حدا معروف مثلا نجمة بتكون هي متزوجة بس مش مقعلنة زواجها طب أنا معقولة إجي صورها وحكي وبحكي ما بقول خدب هلا بدنا هلا بدنا نعرف الصحفيين الباقيين بدهم يبلشوا ينشروا مؤخرا مع كم نجمة ملتقية بالكواليس ممثلة معينة التقيت فيها أنا بعرس كانت هي وشخص على علاقة فيه وطلبت إنه بليز ما تصوريني أنا وياه قاعدين طب ما أقول روح أخبر هيدي الممثلة الفلانة كانت هي وهذا الشخص لأنه متزوجته طيب مين هي؟ مين هي؟ لا ما في خبر أول حرف ما في طيب أول حرف وإذا حدا كان عم بلمح إيه؟ إذا حدا كان من العرس عم بلمح إذا حدا كان عم بلمح بتحط يصطف له ساعتها خلص ضميري بيكون مرتاح يا ويلي يا ويلي مقواك شو بسهولة بيرتاح ضميري طيب مين هي الممثلة أو الممثل أو 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 فنانة بتضلك تضحكي وأنت عم تعملي معه مقابلة صراحة نجمة نوال الزغبة عن جد ما بقدر نوال من النجمات يلي كتير بنكتوا وكتير بيضحكوا وما فيك تكفي معهم المقابلة حتى بتعرف أنا برج إيفل حدا على فكرة نوال زربي عندها شغلة أنا انتبهت لها تصديقا لكلام فابيان بتنزل بوستات هي بتضحك على حالها فيهم شيء كتير مهضومة إذا تفركشت إذا خيب هي طبعها هيك إذا بنت مش معقول فظيعة في منهم بفكروا أنه هي بتتصنع بس لا هي طبيعتها يعني أنا سألي كذا سنة بعرفها لنوال هي طبيعتها هيك ولا مرة بلتقى فيها غير ما بقعد بضحك أنا وياها على أمور معينة خبرينا شيء عن هيفا وهبة ما منعرفه أنا هيفا كتير بحبه وهيفا من النجمات يلي أنا بس التقي فيهم ما بقدر شيل عيوني عنهم لأنه لأنه صدقاً إنه هيفا صدقاً هيفا جمال يعني مش ما مثل ما مرة بلشوا يحكوا عن أمور فوتوشوب والأشياء اللي صايرة بوجه صدقاً أنا كنت التقيت فيها قبل بأسبوعين صدقاً هيفا جمال يعني مثال للمرأة العربية يعني أنا ما بخاف إنه إذا كل ما زيد سنة بقول أنا إذا هيوف عم بتجوهر أنا شو بدي يصير فيي لازم جوهر كمان بعتبرها هي الأيدل شوفي هيفا هي من النجمات يلي كتير عندهم دقة ملاحظة يعني مثلا أنت إذا التقيتي فيها لهيفا كان شعرك أسود لنفترض رجعتي بعد أسبوعين التقيتي فيها بتقدر تلاحظ أنه أنت تغير شي فيك حتى لو خسرتي وزن لو أي شي يعني بتغير فيك دغري بتقدر تلاحظ وهيفا من النوع المهضومة كمان قريبة للقلب يعني بتصير تاخدي بتعطي أنت وياها أكتر أصعب مقابلة عملتيها وقتها مع دينا حايك هلأ بس ذكرتني حسيت حالي رح أبكي شوف هيد لا لأنه عن جد أصعب ظرف حطيت فيه أنه أنا تواجدت مع الفنانة دينا حايك وأكيد الله يوجه لها الخير ويعطيها الصحة كانت عم تتلقى العلاج الكيميائي وهي أصرت أنه أنا أخذ منها هي وعم تتلقى العلاج كانت حتى الكاسك على راسها عشان مي هذا الكاسك بيعطي تلج حتى ما يهر كثير الشعر وهالأمور فحسيت أنا عم بعمل معها المقابلة حسيت أنا رح أبكي حسيت قديش أنه أي ظرف أنا بمر فيه ولا شيء قدام هي الظرف ظروفها لأنه حسيت قد إنسانة قوية وسألت أسئلة يعني بعدين قلت أنا يمكن أنا بلا ضمير لسألت سألت عن موضوع شعرة إذا هارير
وسألتها عن رموشة، كانت هي منزقة رموش، سألتها إذا فكرت تجمد البويضات عندها عشان بعدين إذا حبت تجيب بيبي. فتت معها بأمور يعني كتير خاصة بالمرض وهودة، وهي كانت مبسوطة وكانت عم تحكي، كانت همها تفرج العالم قد هي قوية. بس أنا هيدي المقابلة يعني كنت عم صلي لتخلص، لأنه حس حالي أنه أنا بدي أبكي، مني قادرة بقى أكفي، لأنه أنا بحياتي ما رفقت إنسان عم بيتلقى علاج كيميائي، وشفته إنسان قديش هو قوي يعني، والحمد لله قدرت تغلبت على هالمرض. تحياتنا لإلها والحمد لله على سلامتها. شكرا فابيان لمشاركتك معنا بدرج النجوم، وطبعا انك تستاهلي تكوني على درج النجوم، مع انك ما عطيتينا ولا فضيحه ولا سكوب ولا شيء. اسمع لي، نستقبل اخر ضيوفنا لليله، رانيا شهاب. مساء الخير رانيا، يعني من اجواء الديكور صار لنا 4 حلقات بنفس الديكور تبع كريسماس، هيدي لمساتك طبعا. خبرينا، عذبناك بالزينه ولا لا؟ لا ابدا. بيجي اسمها Laces of Love by رانيا شهاب. انا ايفنت بلانر، مينلي بشتغل على كل انواع الايفنتس بلبنان، وهلا بالوقت الحاضر مثل ما عم تشوفوا نحن عم نشتغل على الكريسماس ديكوريشن. اي ايفنتات ممكن انت تتبني هلا؟ مثل ما بتعرفوا قد العالم تهتم بالايفنتس، وخاصه هون بلبنان مثلا كثير بيهتموا بالايفنتس. نحن بنشتغل حسب كل كلاينت، يعني بنشوف هي شو بتحب، بس بذات الوقت بنشتغل بنعمل لها الاورينتيشن، شو هن القصص اللي هلا دارجه، شو هن القصص اللي عم بتكون موجوده كأعراس وأعياد ميلاد، كل شيء كل شيء بناخد كل شيء. في كتير عالم بتزين مثلا هلا كمان على نيو يير ماينس وان، سو كل أنواع الإيفنتس اللي نحن بنهتم فيها. رانيا اللي بيعرفوك بيعرفوا انه انت كنت عندك خلفيه ثانيه كثير بعيده عن الديكور، لحقتي شغفك بالديكور. خبرينا كيف جيتي من هونيك لهون. انا بيسكلي سوشيال وركر، وكنت اشتغل مع ريفوجيز، بس من 2012 عملت عرسي، وكان عرسي كله هاند ميد. بلشت هيك، بلشت اصحابي يطلبوا مني انه احضر لهم الايفنتس تبعهم، وات واز ا دريم، وما كنت متوقعه ابدا انه نهار حققوا لهيدا الحلم، ولحقت هيدا الحلم وفتحت الوركشوب تبعي وبلشت شوي شوي، والحمد لله هلا تركت السوشيال ورك وانا هلا بس ايفنت بلانر. وكيف بتعملي لترضي العروس النيقه؟ هون بتشتغل السوشيال وركر، هون هون بتقنعيها او مين بتقنعك؟ هون هون بتشتغل فيه سوشيال وركر، ساعتها بقدر اسمع، بقدر كون سيكولوجا. سو الحمد لله شيء مش مقتنعه فيه بس لانه لترتاح من الموضوع وتقبض التكاليف. اخر شيء بقدر اقنع، يعني ضلني اشتغل تا اقدر انه اعمل شيء انا مبسوطه فيه وهي تكون مبسوطه فيه. يعني الحمد لله ولا مره صار اي مشكله انه حدا ما كان مبسوط من النتيجه. في موضه بتلحقوها بالاكسسوارز بالايفنتات اللي بتكوني موجودين فيها، الوان معينين؟ اكيد، يعني دائما بدك تضلك تشوفي شو في قصص جديده بتطلع، شو في الوان بتطلع، في دائما اكسسوارز جديده، سو بدك تضلك اب تو ديت على كل شيء. شكرا كثير لك رانيا، وطبعا انه كثير حلو الديكور اللي عم تشيلنا اياه بدرج النجوم، واكيد انه انت بشغلك تستاهل انك تكوني على درج النجوم. انا بدي اتشكر وجودكم معنا، كثير انبسطنا فيكم فردا فردا، ان شاء الله بتكون السنه الجديده سنه خير عليكم وعلى. بس ما جبتوا لنا شيء حتى نكسره. شو بدك تكسري فابيان؟ انا معوده لا فابيان طمعي لا لا لازم نمرق فابيان، انت مكسره الارض، شو بدك شو بدك تكسري؟ شيء صار بالكواليس عن عادي هي عندها اياها، كانت عم تخبرنا اياها الي ولالي وراء الكواليس، انه هي على راس السنه لازم تكسر شيء حلو، يا صحن يا كبايه يا كذا. كل سنه عم بيكون كل سنه عم تجي السنه اسوء. اسالي رانيا اذا فيك تكسري شيء.
لا لا. شكرا كثير لكم واهلا وسهلا فيكم بهالاجواء الحلوه. مشاهدينا ان شاء الله هيدي السنه بتكون سنه خير علينا وعليكم، وبنكون بنوصل للسلام يلي نحن بدنا اياه بدولنا العربيه وبكل العالم، وعلى امل انه تكون هيك سنه اجمل من السنه يلي قطعتها مليئه بالدولارات شوي صعبه على الكل. لهون مشاهدينا بتنتهي حلقتنا، وانا بدوري كمان بعيدكم وبقول لكم كل سنه وانتم سالمين. انا جورج بهنا وانا زينة الزغزغي، الى اللقاء من درج النجوم.